هوروسكوب هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف وفير سبا استيتيك. بونجور واحلى صباح لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا موجودين. شو ناطرنا لليوم؟ خلينا نشوف سوا. برج الحمل، اذا عم بتمر بيوم صعب او انك حاسس انك كتير داون اليوم، ما تخلي هالامر يبين عليك قدام الاخرين، وحاول قد ما فيك انك تبقى بروفيشنال قد ما بتقدر. شارك الحبيب بالامور اللي زعجتك، فتحليل شخصين افضل من شخص واحد، ومين رح تلاقي يحبك ويخاف على مصلحتك اكثر من الشريك. برج الثور، ابتسم ايها الثور، فالتاثيرات الايجابيه كلها بطريقه لك، شرط انك تتحلى بطولة البال. إلك فترة حاسس إنه الوقت عم يمرق مثل المسحة، وما بقى عم بتكون قادر إنك تعطي الشريك حقه. معك حق، بس كلها فترة قصيرة وبتقطع. برج الجوزاء، بتقرر إنك تاخد منحة مهني جديد بعبر عن شخصيتك وطموحك، وبيعود عليك بالنفع المادي بالوقت نفسه. ما تخلي علاقتك الحلوة بالشريك تاخد منحة الرتابة والروتين، حاول إنك تخلق دايماً جو مرح وتسلية. برج السرطان، تنشغل بتعزيز وضعك المادي وبمحاولة الوصول لمركز مهني أرفع، والأكيد أنه ما في أحلى من الطموح، العزيمة والاجتهاد. تختلف الآراء حول موضوع الاستقرار، فالبعض بيعتقد أنه بيقتل الحب والشغف، والبعض بيلاقوا بيكمل العلاقة العاطفية. وإنت شو رأيك؟ برج الأسد، تشعر ببعض الإرهاق الجسدي، والسبب بيعود للعمل ساعات عديدة خلال الأسبوع. حاول الانضمام لنادي رياضي وبتلاقي الفرق. تهتم باللوك اليوم اللي بيسرق الانظار وين من وجدت، بالاضافه للاخلاق العاليه، يعني مكمله من كل النواحي ان شاء الله دايما. برج العذراء، بتسيطر الاجواء الهاديه على الصعيد المهني، وبتحاول الاستفاده من هالفتره للاستراحه لان الضغط راجع قريبا. بيقول المثل كبره بتكبر وصغره بتصغر، وحاول ما تكبر المشاكل، بل خدها بروح مرحة، وبتلاقي حالك انت والشريك قادرين على التحاور بدون اي توتر. برج الميزان، بيقعدك اليوم بنتائج حاسمة، شرط انك تحضر لمهامك بشكل جيد، وبتلاقي انه كلماتك عم يوصل صداها. انت بطبعك هادي، ولكن باوقات كتيرة بتكون مثل البوبكورن، يعني بيكفي انه يكون مزاجك معكر وكل واحدة من الشريك بتخليك تفور. طول بالك أيها الميزان، لأنه الكلمة الحلوة والبشعة طالعة، فخليها حلوة مثلك. برج العقرب، كل شي عم يحصل من حولك منيح، وبيساعدك على إنجاز المطلوب منك بكل جدارة ونجاح، شرط عدم الاستسلام. أما من الناحية العاطفية، فما تستخف بيلي عم بيصير، فالشريك بلش ينزاج من الوضع العام، وهالأمر من شأنه التأثير على العلاقة. برج القوس، ما تستسلم للضغوطات وكفي بمسيرتك مثل العادة، بل على العكس يمكن حين الوقت لتتحدى نفسك وتبرهن عن قدراتك. شو سر العلاقات الناجحة؟ ايه بسيطة، اسمع منيح، السر هو بالنقاش البناء، وببعض الأحيان النقد البناء للوصول للحلول الناجحة. برج الجدي، خي خي خي، ما في أحلى من المساعدة. بتلاقي اليوم كل اللي حولك عم بيمدولك يد المساعدة والعون لإنهاء مهامك. تتمتع أيها الجدي بأسلوب إقناع بيساعدك على إيصال الرسالة اللي بتريدها للشريك من دون أي تعقيدات أو تبريرات. برج الدلو، ابتسم يا عزيزي، فبانتظارك يوم غني بالتعارف واللقاءات وبالمزيد من الانفتاح بحقل اختصاصك. برافو. إذا عم تشعر بالانزعاج، ما إلك إلا تعبر للشريك عن مشاعرك بكل صدق، وتجرب إنك تلاقي حل عن طريق الحوار. برج الحوت، تلعب اليوم دور الوسيط المفاوض والمحاور، وبتنجح بتقريب وجهات النظر بمهارة. بتدق على بابك بعض النقاشات الحادة مع الحبيب، ولكن ما يهمك، لأنه بدل ما يبقى الحكي جوا بيطلع لبرا، بيريحك وبتلاقي له حل. باي باي. هوروسكوب برعاية جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك 450-934-9888.